السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمر في سلسلة إنتاج الألعاب باستخدام برنامج اليونيتي. شفنا في اللقاء الفات كيف إني أنا أعمل استيجز للتحريك وأعمل بلاي وينتقل من استيج لستيج باستخدام الأسهم تبعتي عن طريق كتابة كود زي ما شفنا في الفيديو اللي فات. الآن إحنا راح نعيد الشغل تبعنا بطريقة مختلفة. الان انا مفترض ان انا اجي على الستاند اقول لو سمحت انت ستاند اعمل انتقال من حالة الستاند لحالة الووك لانه مش تمشي، وبدي بالعكس انك تنتقل من الووك للستاند. انا عايزك اذا كنت في وضعية الحركة تقدر تروح على وضعية المشي، واذا كنت في وضعية المشي تقدر تروح على وضعية الحركة باستخدام الاسهم هدول. ولو ضغطت على الاسهم بنلاقي فيه شوية خصائص منهم، من بينهم هاز اكزيت تايم، احنا في كمان شويه راح نشيلهم. لكن عشان اعمل الكلام هذا الان في بقدر احط كونديشن، يعني انا بقدر احدد وقتش ينتقل من حاله الستاند لحاله الووك السهم هذا وقتش يشتغل اذا انا ضفت كونديشن. الكونديشن هذا لما اضيفه بحتاج باراميتر معي، فراح اجي هنا على الباراميتر متغير يعني واعمل زائد واقول المدل الباراميتر من نوع فلوت مثلا، متغير من نوع فلوت واسميه مثلا زد باعتبار ان الحركه تبعتي راح تكون على محور زد. هاي سميته على محور زد. لو اجيت على الانتقال من الستاند للووك راح اقول له انتقل لي من حاله الستاند لحاله الووك اذا الكونديشن هذا صار صحيح. افتح قوس زائد بقول لك انو كونديشن، طبعا جاب لي الزد لانه ما فيش الا الزد عندي، لو في عندك خيارات ثانيه كان اظهر لي اياها. اذا كان الزد عندي جريتر وبقدر اختار ليس، يعني اذا كان اكبر او اقل من مثلا 0.1. اذا كان قيمة الزد هذه عندي اعلى من 0.1 فانه الشرط صحيح وانتقل الان من حالة الستاند لحالة الووك. طب قيمة الزد من وين بناخدها او من وين بنعملها، من وين جيالي؟ من الكود. اذا في الاول واخيرا انا راح اعطي للزد قيمة من الكود تبعي. خليني افتح الكود تبعي. وعيد كتابة الكود. انا عايز اعرف متغير اللي هو الزد تبعي، عايز اعرف متغير زد. الزد اللي هان ملوش علاقة بالزد اللي هان ابدا، لكن انا بعطي اسماء متشابهة عشان انا راح اربطهم بالكود مع بعض، لكن المتغير هذا ملوش علاقة بالمتغير هذا. راح اسمي هنا فلوت الزد واعطي له مثلا يساوي زيرو، اسف كنترول زد، واعطي له هنا بده يساوي زيرو وهي فاصل منقوط. اذا عرفت متغير زد، الزد قيمته راح اقول زد بيساوي انبوت دوت جيت اكسس، جيت اكسس، وراح اقول له ايش انا عايز اياك الاكسس تبعي يبقى ايه هوريزنتال، هوريزنتال، واحط علامات تنصيص هنا. بمعنى اخر هذا شفناه في الفيديوهات السابقه، بمعنى اخر اذا انا دعست على الزر الابر او اللور راح ياخذ زد اما قيمه موجبه او قيمه سالبه. لو ضغطت على الزد على الابر ارو راح تيجي الزد قيمتها توصل لواحد، تتراوح من صفر لواحد، راح يصير انها زياده انكريمنت من الزيرو للواحد تستقر عند الواحد لحد ما ارفع اصبعي عن الابر لواء الابر ارو سهم اللي لفوق راح تنزل القيمة من واحد إلى صفر تستقر عند صفر. وإذا ضغطت للزر اللي تحت السهم اللي تحت راح من الصفر راح ينتقل لسالب واحد. الآن إحنا راح نقرأ قيمة الزد، والزد هذه راح أخزنها في الزد هذا باستخدام هذا الزد تبع لمين؟ للأنيم. راح أكتب أنيم دوت ست، هذا ايش نوعها؟ فلوت صح؟ هي ست فلوت. وبعطي القيمة هذه أول اشي كنص، إذا بين علامات تنصيص بكتب زد فاصلة القيمة الثانية اللي هي هذه زد. طبعا مش لازم يكون هذه زد وهذه زد، هذه بينفع يبقى لها اسم وهذه اسم ثاني، لكن أنا بجتهد أوحد الأسماء من باب الأمور تبقى إلى أسهل سهلة وواضحة. الان انا لما اغير الاسهم تبعي راح ينطبع، بشوف بقدر اقرا هان قيمه الزد الجديده وبتنتقل الزد
القيمة من الكود للبرنامج تبعي. هات اشوف، نعمل حفظ، اشغل اللعبة تبعتي. انا عصيت لفوق لتحت ما صارش اشي، بس شمال ويمين صار اشي، معناته انا ايش اللي عامله؟ المفروض انا هنحط هوريزونتال، المفروض احط ايش؟ فيرتيكال. ثواني، فيرتيكال كنترول اكس، واحط هنا فيرتيكال فيرتيكال، واعمل حفظ، واجي اشوف راح اطلع القيمة اللي هان. اعمل بلي وعص على السهم اللي فوق، راح الاحظ ان القيمة عندي قديش هنا تطلع لفوق لواحد، وبتنزل لما ارفع اصبع عن الزر ترفع ترجع لايش؟ للصفر. على السهم اللي فوق في الكيبورد لواحد، لو رفعت ايدي بينزل صفر. هدول القيم انا راح اشتغل عليهم، هدول القيم لو انا رفعت لفوق اطلع صار كيف. في عندي شوية اشكاليات، بس هات نشوف السهم هذا. انا ايش قلت له؟ قلت له اذا كان اكبر من صفر greater than 01 معناته تعالي هان، بيجي هان. انا الرجعة تبعتي راح اقول له وقت ايش ترجع للستاند؟ اذا كانت احنا خلصنا انتقال من ستاند للووك، فيش مشاكل. الان من الووك للستاند بقول له اذا كانت الزد less than 0.1، اذا كانت الزد اقل فاطلع لفوق. هات نشوف، هاي السهم اللي عندي، هاي انتقل لتحت مباشرة، هيضلوا يمشي باستمرار. لما ارفع اصبع عن السهم عاود طلع لفوق. اللي اتحكم في الحركة تبعتي الاسهم اللي هان الترانزيشن، بحدد لي انتقل من وين لوين حسب الشرط الموجود عليه، حسب الشرط الموجود عليه. لكن لو لاحظنا توا، لو انا في بداية الستاند وعصيت على الاسهم مش راح يتحرك يمشي الا لما يخلص الزمن، بعدين بينتقل. خلينا نشوف في البداية، خلينا نستنى شوية للبداية. انضغط على الابر ارو لكن لسه ما صارش، لحد ما خلص الزمن ينتقل على تحتي. عشان اتجنب المشكلة هذه راح اجي على الاسهم هان واقول له هاز اكزيت تايم اقيمه. هاز اكزيت تايم ايش؟ يعني انه استنى الزمن هذا، استنى الفيديو لما يخلص كله بعدين انتقل على المرحلة اللي بعديها. لكن لو انا جبت الصح اللي هان وكمان نفس الكلام على الصح اللي هان، بصير مباشرة أول ما يتحقق الشرط اللي هان وزد تبقى أكبر من واحد مباشرة ينتقل، مش راح يستنى لما الفيديو يتخلص يمشي أو الستيج تخلص تبعته. خلينا نشوف، إذا عصيت على السهم مباشرة انتقل، رفعت إصبعي مباشرة انتقل لفوق. عصيت على السهم من فوق من الساند مباشرة نزلت للووك، رفعت إصبع عن السهم من ووك مباشرة راحت على الستاند. هذه الطريقة أسهل في عملية البرمجة من إني أنا أكتب كل إشي بالكود. أنا كل اللي عملته نقلت قيمة زد من الكود للبرنامج تبعي، وفي البرنامج هنا حددت له كيف يمشي على حسب الأسهم اللي عندي. طيب لو أنا حبيت إنه يرجع لورا، أخليه يرجع لورا، دير بالكم أنا بنفع أكتب في الكود إيش هنا؟ إنه أخليه عن جد يمشي. إذا كانت الزد أكبر من واحد ينفع اقول له هنا ترانسفورم دوت ترانسليت ترانسفورم دوت ترانسليت، واقول له انه الحركة تبعته على الزد، يعني على الاكس ما فيش عندي حركة مبدئيا، هذا الكلام كله، وعلى الواي ما فيش في عندي حركة، لكن على الزد خذ لي قيمة الزد، وبتهيأ الزد راح تبقى قيمتها كبيرة هيك، يمكن بعوز اقسم معيش، لكن خلينا نجرب. ما عملتش حفظ، فايل سيف، استنى شوية، اوكي، عوص على السام، ايوه بيمشي، بس ايش بيمشي بسرعة عالية، الكلام بيناسبش السرعة تبعتي. إذا أنا راح أقسم مثلا على تقسيم 15 مثلا، حاجة زي هيك، هاي حفظ، وأجي على الجيم وأشغلها أشوف.
لما بلش تمشي بلش يمشي تبعي. هو ممتاز. طيب لما بدي اياه، طبعا لما فات اصبع السهم وقف، بدي اياه لما يرجع لورا يرجع، طبعا بيرجع بس ما فيش فيديو بيشتغل، فيش فيديو بيشتغل. اذا راح اعمل واحدة جديدة هنا واخليه لما ارجع يرجع لورا. الان الستيج تبعتي في حاجة اسمها سبيد هان، لو جبت نفس الستيج الووك هذه مكان تاني هان نفترض الووك، والسرعة تبعته نخليها مش واحد سالب واحد، يعني السرعة تبعته عكس، يعني الفيديو بيشتغل عكسي، بسميه مثلا ووك او هو ووك. اوكي اجعل السجل هان واسميه ووك باك او امشي للخلف. يعني كيف راح برمج هالحركة هذه؟ مش راح اكتب ولا اشي في الكود هالآن، راح اجي على الستاند واقول له اعمل لي حركة من الستاند لترانزيشن لا الووك باك. وفي الووك باك هان على عملية الانتقال قلنا انا مش عايز هاز اكزيت تايم، مش عايز مباشر ينتقل للحركة تبعتي، وبدي احط شرط انه ينتقل الى الخلف اذا كانت الزد less than او minus 0.1، اقل من minus 0.1 يرجع لورا ينتقل للحركة هذه، وراح يجي ينتقل يرجع للستاند اذا كان على مع السهم اذا كانت الزد greater than minus 0.1. تأكد هنا اذا كان less اقل من 0.1 راح يجي على اللي نمشي، راح يطلع من المشي الى الخلف اذا كان اكبر من 0.1. هات نشوف، هي لقدام بمشي، رفعت اصبع بطل يمشي، هي بضغط لورا بالسهم هي برجع لورا، الفيديو بيشتغل عنده، وقفت رجع زي ما كان. راح الاحظ الفيديو اللي بيشتغل عندي هان لقدام الووك، لكن لو رفعت اصبع السهم راح على الستاند، لو حطيت اصبع السهم اللي لورا بيجي على الووك باك، لو رفعت اصبع عن السهم بعاود يرجع للستاند تبعتي، بعاود يرجع للستاند اللي عندي. بنفع الان انا اضيف له برضو جامب، او في عندي مثلا ران، خلينا نشوف ران نخليه يجري. انا عامل هان فيديو للران، لا الران كان عندي في الماية بتهيأ لي من 200 230 عملتها انا بذكر، كانت هذه بتهيأ لي الران. اوكي بس اسميها ران، انا يبدو اني مش مسميها ران، اجي عليها واسميها ران، ران. الان عملية الرن بدي اخليه الشخصية تبعتي بدل ما تمشي تركض. ايش لازم اسوي لها؟ راح اجي على الرن اللي عندي هنا، اول شيء اعملها ابلاي، فساد اسمها رن، اجيب الرن هنا. اذا كان هو في حالة ان هو بمشي بدي اعمل له ترانزيشن بمشي للامام وخليه انه يركض، لكن بشرط ان انا ابقى ضاغط شيفت. فراح اجي هنا مثلا واضيف باراميتر جديد بقول يعني يا يا لا، اسميه مثلا از رن. از رن اذا كان از رن اوكي شغاله ترو يعني، فراح يركض ينتقل للمرحله هذه. راح اجي هنا اقول له السهم هذا تبعي اذا كان الازرن بتساوي ترو معناته انتقل لي على هان، وارجع لي منها اذا كان الازرن عندي بدها تساوي فولس، يعاود يرجع للوك. الان الازرن راح ياخذها من الكود عندي، راح اجي هنا في الكود اقول له اف، ده شوف انا ضغط شيفت ولا لا، اذا ضغط شيفت يصير في حالة الإزران if input dot get key key code
دوت ليفت شيفت، خلينا دوت ليفت شيفت. ايش يسوي لي؟ يخلي لي عارف متغير نوعه، عارف متغير نوعه بوليان، اسميه نفس الاسم بول واسميه ازرن ومبدئيا بده يساوي فولس. اذا كان انا ضاغط شيفت ازرن بدها تساوي اترو، إلس إلس الإزرن بده يساوي فولس، هاي فاصلة منقوطة. الآن كأن أنا بقول له إذا أنا ضغطت على شيفت خلي الإزران بتساوي تروح تبقى هذه ترو، إذا كان أنا كنت في حالة الووكينج والإزران بتساوي تروح يخليني ينقلني لحالة إيش؟ الرننج. وإذا كانت فولس راح يرجعنا على حالة الووك تبعتي. خلينا نشوف عمل حفظ للكود تبعي وايل سيف أي الشخصية تبعتي، أيني قاعد بمشي وضغط شيفت. ما عملتش عملية نقل لسه، القيمة تبعتي ما نقلتهاش لهان. الآن أنا حطيت المتغير تبعي، راح آجي أعمل أنيم دوت ست إيه ست بوليان، لأن المتغير نوع تبعي من نوع بوليان، وأقول إزران كنص اللي هو الإزران هذا بده يساوي، يعني اعطي لي اياه اعطي له قيمة الاز الازرن تبعي اللي هو المتغير اللي انا عرفته هنا. هات نعمل حفظ ونشوف ايش راح يصير عندي. انا كنت قاعد بمشي وضغطت على زر شيفت ما انتقلش، الشيفت ذات نفسه لسه ما اشتغلش. خلينا نتأكد ليش المشكلة الازرن ما اشتغلش. طيب خلينا اشوف الاشمال الإز رن بده يساوي إذا كنت أنا ضاغط ليفت شيفت. أوكي أنا ما عملتش شيء، خلينا أشوف أعاود أفحص كمان مرة. هاي لو أنا ضاغط على السهم وضغط على الشيفت هاي شيفت عندي هذه لازم تبقى يعني فعالة. خليني اعود افحص كمان مرة، وانا بشغل الفيديو بطفي التسجيل بيشتغل، يبدو ان المشكلة في التسجيل. خلينا اختار زر غير زر الشيفت. اذا انا ضغطت زر مثلا خلينا مثلا حرف السي، إذا أنا ضغط حرف السي يصير ترو وهلو مجره. أحفظ إذا أنا راح أبطل أضغط حرف الشيفت راح أضغط حرف السي، هاي حفظ الكود وأشغل شوف حرف السي هاي بضغط حرف السي فيش مشاكل. الشيفت كان مشكلته عشان أنا قاعد مشغل البرنامج التسجيل يبدو إنه عامل لي شوية مشاكل فيه. الآن هاي الشيفت عندي شغال، باجي بأمشي وبضغط حرف السي بتحول المشي عندي إيش لحركة الجري. لو رفعت اصبعي عن التنين عود رجع لحالة الووك تبعتي، عود رجع لحالة الووك تبعتي. فانا هيك عمليا بقدر اتحكم في الحالة تبعتي. يمكن الاشي اللي انا ضايل مش عامله انه هو has exit time، لازم اجيب has exit time مباشر ينتقل من حركة للحركة دون ما نستنى انه الفيديو يخلص. هيك انا صرت اقدر اتنقل من الستيج لستيج تانية حسب الاسهم وحسب الشروط اللي مكتوبة على الاسهم تبعتي. ويعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.